بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Border Radius. والبوردر راديوس يا جماعة واحدة من ضمن الأبيليتيز الجميلة خالص في CSS 3، وديت بروبرتي من ضمن البروبرتيز اللي من اسمها كده من الواضح إنها بتحاول تعمل لي راديوس للبوردر، زي ما بتخليش الحواف بتاعت الحدود بتاعت البوكس شيبس ديت يا جماعه ما بتبقاش سوليد، يعني ما بتبقاش زاويه 90، لا بتبقى ايه راوندد شويه. تمام، خلونا نفصل اللي معانا ديفيجن في كلمه مكتوبه وشويه خصائص سي اس اس. تمام يا جماعه، ما بين هاي ويتس وباك جراوند وبوردر واحد بكسل سوليد اسود، وتكست الاين للنص جوه سنتر، وحجم خط 30 ولاين هايت 300 ونص عشان خط يبقى في نص المسافه بالظبط يعني، وده بمثابه مربع يا جماعه. لو عملنا بريفيو هنلاقي ان الواضح في الشكل العام بقى القصه دي. تمام رايت اوكي. خلونا نقول ان احنا راح نشتغل سبيسيفيك شويه على ايه، على الخاصيه. الخاصيه اللي راح نشتغل عليها يا جماعه اسمها بوردر راديوس داش او هايفن راديوس. تمام، يعني انا هاخد طبعا الباع من الحديث عن الخاصيه ديت وعن قيمها. اوكي، اول حاجه راح نستهدفها يا جماعه قيمه واحده بتطبق على كل اركان. يعني لو انا قلت مثلا 40 بكسل والناس تعرف لو انا حطيت قيمه واحده الكلام معناه ايه، يعني معناه 40 بكسل 40 بكسل 40 بكسل 40 بكسل. تمام، خلينا نشوف تاثير البوردر راديوس كده عشان نفهم هي بتعمل ايه. وانا عملت ريفرش هلاقي ان البوردرز بتاعي يا جماعه اتعمل لها كيرف، اتعمل لها راوندنج بقيمه 40. تمام، يعني اتساب 40 بكسل من فوق و40 بكسل من تحت، واتوصل ما بين الاثنين بكيرف كده من نقطه معينه قريبه من المركز. تمام، ديت الفكره. طب خلينا نقول ان نفس الصيغه ديت معناها 40 بكسل 40 بكسل 40 بيكسل. اكيد الناس فاهمه يعني انا عايز اقول ايه. هم كلهم في الشورزن يا جماعه، لو انا كان عندي اربع قيم نفس الكلام بتاع البوردر لما انا كنت في الاول خالص في البيزكس بتاع السي اس اس كنت بقول نفس السيناريو يا جماعه. لو انا عندي اربع قيم ممكن تبقى قيمه واحده بس. طب بالله يا جماعه تفصيل 40 40 40 40 ديت معناها ايه؟ طيب تفصيل 40 ديت يا جماعه بمنتهى البساطه موجوده في الرسمه ديت. اول قيمه 40 بتتحط عباره عن التوب ليفت، الصفحه بتترندر، البراوزر بيرندر الصفحه من فوق لتحت من الشمال لليمين يا جماعه. يعني اول نقطه بتترندر اعلى اليسار، اخر نقطه بتترندر بتكون اسفل يسار، فاهمني؟ فده اول قيمه في ال 40. القيمه الثانيه بتبقى توب رايت، القيمه الثالثه بتبقى بوتوم رايت، القيمه الرابعه بتبقى بوتوم ليفت. الاتجاه بتاع حركه عقارب الساعه لو الناس كانت تاخد بالها، نفس الزمن الواحد بيمشي بالظبط يا جماعه. اوكي، بنبتدي من اول دايره دي وبنبتدي عليه اللفه بتاعت حركه عقارب الساعه. متفقين؟ اوكي. طيب خلونا نستهدف جزء ثاني. طيب لو انا يا جماعه كنت عايز اعمل الديزاين بتاعي على الاجزاء العلويه بس، فاهمني؟ يعني انا عايز الاثنين دول بس، الاثنين اللي من تحت انا مش عايزهم بوردر راديوس، انا عايزهم سوليد زي ما هم كده موجودين بالحدود القايمه ال 90 ديت يا جماعه. خلاص اوكي، واني اكون نرجع للتصميم مره ثاني. انت عايز اول قيمتين فيهم راديوس بقيمه معينه ولنفرض 40، وثاني قيمتين ما فيهمش راديوس يبقى هتصفر القيمه بتاعت الراديوس يا جماعه. تمام، يبقى انت هتشتغل على قيم معينه في اول قيمتين. متفقين؟ احنا لسه كنا بنقول ان اول قيمتين هم 1 و2، اقصى يسار اقصى يمين. فهنحط مثلا لو احنا كنا عايزين 40 بكسل و40 بكسل، اول 40 بكسل دي توب ليفت، ثاني 40 بكسل دي عباره عن توب رايت، وبعدين تروح مصفر القيمتين الثانيين، الصفر ده عباره عن بوتوم رايت وديت عباره عن بوتوم ليفت. تمام، لو انا عملت كنترول اس وريلود الاقي ان القيمتين اللي من فوق واللي من تحت نفس السيناريو. لو انت حبيت تعكس القصه نفس السيناريو، لو انت حبيت تجيب الكيرفين اللي على اليمين والكيرفين اللي على الشمال، لا المهم الامر كده انت عندك الابيليتي بتاعه. يعني بمعنى ادق لو انا كنت عايز انور اعمل بوردر راديوس على الكيرفات اللي من تحت و اخلي الجزئين اللي من فوق دول سوليد، فانا عكس القصه تبقى 0 0 40 40 وهكذا نفس السيناريو يا جماعه. اوكي تمام جميل. خلونا بقى نتكلم عن لو انا كنت حطيت قيمتين بس يا جماعه، يعني ايه؟ يعني خليني اقول انا مره نحط 40 وخلينا نبتديها ب 40 و0. تمام، والكلام عن شورزن برضو الكلام برضو مش جديد في قلب السي اس اس يا جماعه والناس تعرفه كويس. تمام، لو انا قلت مثلا 40 و0 خلونا نعمل كنترول اس ونشوف اللي راح يحصل ايه. طيب الشكل اللي حصل كده شكل
جميل شوي. لكن اللي حصل يا جماعه بمنتهى البساطه ان الاوبوزيت فاليوز اتبدلت. يعني ايه؟ يعني اول قيمه 40 اتخذت على مين؟ على التوب ليفت وعلى البوتوم رايت. القيم القيم المتقابله الاثنين دول اخذوا القيمه. الصفر اتحطت على البوتوم التوب رايت والبوتوم ليفت. يبقى القيم المتقابله انا كان عندي قيمتين بس يا جماعه. اول قيمه انت عارف هي عباره عن ايه؟ اللي هي كانت عباره عن التوب ليفت، هتاخد القيمه المقابله ليها وتدي لها نفس القيمه دي، اوكي؟ وبالنسبه للقيمه الثانيه هتاخد عباره، انت عارف القيمه الثانيه عباره عن ايه؟ بتحط في البوتوم في التوب رايت، والقيمه ديت هتاخدها برضو مع القيمه المقابله ليها، اوكي؟ نفس السيناريو اللي انا عكست القصه، وانا كنت عايز اقلب القصة يعني. الامر طبعا بيرجع لك، تمام؟ اوكي، الاحتمال اللي بعد منه يا جماعة ان احنا نستخدم ثلاث قيم مش قيمة واحدة. المرة دي خلينا نقول 40 بكسل وصفر بكسل و70 بكسل يا جماعة، تمام؟ وخلينا نشوف طيب ايه اللي هيحصل لو انا عملت السيناريو ده يا جماعة. طيب ديت من الواضح ان ديت ال 40 ودولت الاثنين صفار لان هما ما فهمش حاجه، وديت 70 عشان اخذت الكاف. يعني ايه الكلام انت بتقوله؟ طيب نرجع للسيناريو مره ثانيه. اول حاجه بتتعالج فين؟ هي اول قيمه اللي هي بتكون عباره عن توب ليفت، جميل. بعدين يروح يبص يلاقي ان انا عندي قيمه اسمها صفر، الصفر ديت عباره عن القيمه الثانيه اللي هنا. يبص يلاقي عنده قيمه اسمها 70، دي القيمه الثالثه. يبص ما يلاقيش قيمه رابعه، يروح يدي الاوبوزيت بتاع القيمه الثانيه للقيمه الرابعه. فاهمين يا جماعه؟ فبالتالي بتلاقي ان القيمتين دولت او الاثنين الاوبوزيت دولت هما اللي اخذوا الصفر، ودات اخذ التوب ليفت وده اخذ البوتوم رايت، تمام؟ اوكي جميل خالص. خلونا نستخدم طيب اربع قيم مختلفه. الكلام عن نقول مثلا 10 30 50 80، اوكي؟ 10 بكسل 30 بكسل 50 بكسل و80 بكسل. كده انت بتحط يعني انت بتحاول 30 بكسل بتحط حاجات معينه انت عايزها، انت عايز في كل راديوس من دول بكسل معين. يعني ديت مثلا 10 الكيرف بتاعها صغير شويه، اوكي؟ ديت 30 جميل، ديت 50 اكبر شويه، ديت 80 ديت اكبرهم، تمام يا جماعه؟ ديت الفكره. فانت ممكن تطلع تصميم از يو لايك طبعا، تمام يا جماعه؟ اوكي جميل خالص. خلونا نمشي اندبس شويه ونتكلم عن تخصيص المنادى على جزء واحد بس. دلوقتي هنتكلم عن قيمة واحدة بس، يعني تمام. طيب انت عرفت ان انا ممكن انادي على جزء واحد بس وادي له قيمة واحدة، يعني انا اصفر الباقي، انت فاهمني؟ يعني ممكن اخلي ذات صفر، وممكن اخلي ذات صفر، واخلي ذات صفر، وانا عارف اللي هيحصل يعني عبارة عن 10 بكسل من فوق، تمام؟ طيب جميل. في طريقة تانية مور سبيسيفيك يا جماعة، باني انادي بس بالاسم اللي انا عايز احط فيه البوردر راديوس ده، متفقين؟ هتبقى ازاي؟ بعد بوردر والهايفن، تمام؟ هبتدي انا نشتغل على مين؟ على الاجزاء العلوية، توب ولا بوتوم؟ تمام، يبقى توب، بعدين اروح اخد هايفن. انت طيب في التوب انت عايز يمين ولا شمال؟ ليفت ولا رايت؟ طب انا لو قلت له يا جماعة مثلا ليفت واحط الهايفن كده، يبقى انا بنادي سبيسيفيكلي على البوردر ده يا جماعه. يبقى بوردر توب ليفت، انا عايز الحته دي، انا عايز الراديوس بتاع البوردر اللي توب ليفت هو اللي يبقى ياخد ال 80 بكسل يا جماعه، تمام؟ انا نعمل كنترول اس ونشوف القصه، هنلاقي ان هي دي بس اتنفذت. ولماذا لا؟ يعني فربما الناس تقول انت القيم اللي انت بتستخدمها كلها 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 واقعه في دايره 100، انا ما حدش بيجبرني على حاجه، دي 120 يا جماعه، 120 بكسل، اوكي؟ عملنا ريفرش، نلاقي ان الكيرف بيجي 120. الناس قالها بمنتهى البساطه، لو انا فتحت فوتوشوب كده والمشوار ده ايه؟ بصوا كده يا جماعه، انا عندي عندي قيم معينه، خلينا نزوم كده. وانا كنت شغال فوق ان بيرسنت ان بيكسل، تمام؟ انا شغال بالبيكسل او حتى كده كويس، يعني عندي قيم بيكسل 2 3 4 5 6، تمام؟ فاهمني؟ لو انا كنت وقفت عند ال 120 كانت هنا، وال 120 الثانيه مثلا كانت هنا، هيبتدي يقطع لي النص ده والنص ده ويوصل لي الكيرف ما بين الاثنين بعد ما بيرتكز على نقطه معينه، كانه هو بيجيب برجل كده. النقطه دي طبعا بتكون مساويه للمركز، فاهمني؟ فده اللي بيحصل. في الفوتوشوب الابيليتيز ديت يا جماعه، في البروبرتيز، ان انا ممكن اكتب اللي انا عايزه. يعني انا ممكن مثلا اقول له هنا انا عايز مثلا 90 بكسل وتتنفذ عادي، يعني الت صفر نرجع ادي ال 90 بكسل بتاعي اتنفذت الشيب داتا. بس احنا كنا بنشرح الكيفيه اللي بتتم بيها القصه، هي عباره عن ايه؟ الكيرف ده بيترسم ازاي يعني يا جماعه، تمام؟ اوكي، نفس السيناريو احنا ممكن نبقى سبيسيفيك على بقيه الاجزاء. لو انا عملت مثلا توب رايت يا جماعه، يبقى الكلام عن التوب رايت.
لو انا عملت بوتوم رايت الكلام عن البوتوم رايت النقطة الأخيرة، لو انا عملت بوتوم على ليفت الكلام على النقطة الأخيرة بوتوم ليفت. المسألة دي طبعا بترجع إليك وبترجع لتصميمك، وانت ممكن تعمل بيها حاجات جدا جميلة طبعا، وهنحاول نتكلم عنها بشكل مفصل إن شاء الله بإذن الله في لما بنشتغل بس على تصميم على ديزاين لموقع كامل. فده الكور كونسبت، خلي في بالك دلوقتي عشان شو راح نحتاجه ان شاء الله باذن الله بعدين يعني. تمام رايت. طيب خلونا نصعب الامور شويه ونقول تخصيص المنادى لجزء واحد بس، بط اكشوال يا جماعه مش بقيمه واحده بس، انضبط بقيمتين. انت ممكن تكون اخذت بالك ان انا بنادي بقول بوتوم ليفت، انت فاهمني بوتوم ليفت يعني مره بوتوم ومره ليفت. فلو انا قلت لك مثلا خليها ما تخليهاش بوتوم، خليها معلش يعني خليها توب عشان نوضح المفهوم، ونقول ليفت هنخلي قيمتين 20 و80 يا جماعه، يعني انا مش هخلي قيمه واحده بس، انا هقول له 20 بيكسل وبالواي. انت عارف انا باخد الوايت سبيس، انا مش بعمل اي حاجه، انا مش بحط مش بغير في السنتكس بتاعي خالص، انا بس وايت سبيس ما بين القيم، الناس عارفه كده كويس تمام. وانا عملت ريفرش الاقي ان في في حصلت حاجه ان الكيرف ما بجيش موزون، يعني عارفين مش مظبوط، لانك انت سبيسيفيك حددت كم حددت قيم معينه. يعني المساله ديت فيها ايه؟ المساله فيها حاجات مختلفه. يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني انا عايز اقول لك ان انا قلت له توب ليفت 20 و80، لو انا فتحت مثلا النوتس اللي انا كنت شغال فيها من شويه انا بقول له معلش هتاخد شويه وقت توب وبعدين ليفت تمام، قلت له 20 طبعا بيكسل وبعدين 80. الامر ده هيترتب ازاي؟ باني اخد ال 20 احطها تحت التوب يا جماعه تمام، واخد ال 80 احطها تحت الليفت يا جماعه تمام. يبقى ايه؟ يبقى انت كده هتحاول تفهمني لو انا جيت اتكلمت في الفوتوشوب وقلت انت من التوب هتعد 20 بيكسل تمام، ومن الليفت هتروح عدد 80 بيكسل، فهتلاقي ان ال 20 صغيره شويه، فهتلاقي الكيرف يبتدي من اللمسه دي من اول صفر لغايه ال 20، فاهمني يا جماعه؟ فهتحس ان ال 20 مش باينه فيها الكيرف جامد، بس الكيرف مبتدي من ناحيه ال 80. فديت المساله بتاعت ان انت بتحاول تعمل قيمتين. انا لما كنت بحط قيمه واحده بس يا جماعه في التوب ليفت كانت بتتحط على الاثنين، فاهمني؟ لا انا يعني انا لو شلت ديت وعملت كنترول اكس وقلت ريفرش، ال 20 بيكسل معموله على الاثنين، يعني 20 بيكسل على التوب و20 بيكسل على الليفت، فاللي هيتساب من ناحيتين 20. لكن انا صعبت الامور شويه وقلت له لا 20 و80 بيكسل، فكده الوضع اختلف، لانه هيسيب لي من التوب ال 20 من فوق، عشان كده حتى بنقول ان الحته الصغيره من فوق، لكن الكيرف ال 80 بيكسل كله واخد من 80، لان الحته اللي ناقصه من هنا هي عد 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 لغايه لما توصل لل 80، فاهمني؟ وبعدين اعمل الكيرف بتاعك بالبريال لما ترتكز على المركز بتاع الشكل اللي هو الريكتانجل المربع بتاعنا ده يا جماعه. تمام جميل. طيب ماشي، خلينا نصعب الامور شويه تاني ونقول طيب بصوا يا جماعه، لو انا خلينا نراجع كده مره تانية. لو انا قلت بوردر راديوس وقلت 20 80 زي ما انا كده، ها قلت بوردر راديوس 20 80 ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ها مين 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 يقول لي هيحصل ايه؟ ممتاز، 20 80 ديت انت عارف ان اول قيمه هتتحط عباره عن 20 اللي هي بتبقى عباره عن التوب توب ليفت، والاوبوزيت بتاعها هتشيل نفس القيمه لان ده تشورزن، بعدين ال 80 هتروح للقيمه الثانيه اللي هي التوب رايت، والاوبوزيت بتاعها هيشيل ال 80، فاهمني؟ ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله. فدي 20 دي 20 دي 80 دي 80 جميل. لو انا غيرت السنتكس بقى ورحت حطيت السلاش ديت يا جماعه، انا حطيت الفورورد سلاش الباك سلاش ديت يا جماعه تمام. ايه اللي هيحصل؟ لو انا حطيت الفورورد سلاش ديت الوضع راح يتغير. لو انا عملت ريفرش لقيت المساله ما بجتش زي ما انت عايز. بصوا بقى اللي حصل بالظبط، حصلت حاجه اسمها زي المساله اتعكست، يعني ال 20 دي اتاخدت من التوب جميل، التوب الاثنين اللي فوق، ال 80 دي اتاخدت من الليفت والرايت، الناس فاهماني؟ الوضع بسيط اهو، ال 20 الاولانيه اتاخدت من التوب، هنا دات 20 دات 20، ال 80 اتاخدت من البوتوم، اتاخدت من الليفت والرايت، متفقين؟ جميل، لو جينا نزلنا تحت هنلاقي الامور معكوسه، ال 80 الاول متاخده من الليفت والرايت، بعدين ال 20 متاخده من البوتوم الاثنين. الناس فاهماني؟ ده هي التاثير السلاش لما بتتحط ديت يا جماعه. تمام. طب خلونا نصعب الامور شويه ونقول انا عايز اعمل سبيسيفيك تخصيص لشكل جميل شويه. طيب بص، حط القيم ديت معايا، 120 بكسل مسافة، وبعديها 10 بكسل، بعدين اعمل السلاشة بتاعك وحط 10 بكسل مسافة، وبعدين اعكس القيم حط 120 بكسل.
تمام؟ يبقى قيمك 120 10 10 120 120 10 10 120 تمام؟ على القصة دي. لو انا عملت كنترول اس وعملت ريفرش استلق تأثير جميل شوية زي تأثير ورقة مطوية كده تمام؟ احنا لو حبينا نوضح القصة دي يا جماعة ادي ال 120 اولانية تمام؟ ال 120 هتتاخد من فين؟ هتتاخد من التوب او يا جماعة ادي التوب هتاخد 120 مع الليفت بقى تلاقي نفسها 10 بكسل اوكي؟ ده 120 10 هنا هتعكس القصة ال 120 هتبقى على الـ على الـ الـ الحد اليمين وبعدين 10 تبقى من فوق فاهمني؟ بعدين هتعكس السيناريو مره تاني تلاقي ان دي 120 10 ودي بقت 120 10 يبقى انت غيرت كده دي 120 وده 10 دي 120 وده 10 دي 120 وده 10 دي 120 وده 10 فاهمين يا جماعه؟ ده السيناريو اللي حصل معانا. فانت ممكن طبعا لو انت حاولت تجربها على اكتر من مره توصل لتاثير معين او توصل لحاجه جميله. طبعا احنا مش بصدد الحديث ان احنا نرسم يا شباب بالسي اس اس بس طبعا هو احنا ممكن نحتاج الكلام ده بس سبيسيفيك ان شاء الله. لو جه الحديث عنه هنحاول نستخدم شويه المهارات ديت لكن طبعا احنا مش هنحاول نعيد العجله من الاول مره ثانيه زي ما بيقول باشمهندس اسامه في مكتبات جاهزه فيها نسبه كبيره جدا من الايكونز اللي احنا راح نستخدمها فايه الفايده ما لو انت تكون عايز حاجه سبيسيفيك بعينها يعني تمام. وعلى سبيل ان احنا نوضح جمال ال CSS في الاصدار ده يا جماعه هنحاول نرسم دايره بالبوردر راديوس. طيب اوكي المساله بمنتهى البساطه لو انت بتيجي بترسم دايره المفروض يكون البوردر راديوس بمثابه نص الارتفاع منطقي الكلام يعني ايه يا جماعه؟ انا ما عنديش بوردر راديوس كده وعندي الشكل ده اهو لو انت عندك الارتفاع ده كله ها عباره عن 300 بكسل والعرض ده كله عباره عن 300 بكسل والكلام ده يا جماعه في الدايره الاثنين يعني اتكلم على مربع اهو تمام. لو انا قلت له انا عايز بوردر راديوس بالنص يعني عند ال 150 فاهمني ادي اهو 150 بكسل ارسم معايا المشهد هنا دي 300 نصها 150 يعني النقطه دي هي اللي هتتسنتر وهنا هتتسنتر هنا تتسنتر هنا تتسنتر انت عارف 150 واحده معناها 150 على اربع قيم فبالتالي اللي هيتوصل النقطه دي بالنقطه دي والنقطه دي بالنقطه دي والنقطه دي بالنقطه دي والنقطه دي بالنقطه دي فهيشكلوا لي في الاخر يا جماعه اكزاكتلي هيشكلوا لي ايه؟ هيشكلوا لي الشكل اللي احنا بنستهدفه اللي هو شكل ايه؟ اللي هو شكل الدايره يا جماعه تمام. ده عشان انصاف الاخطاء علشان 150 عباره عن نصف القطر. لو انا غيرت في سنه لو خليت ديت 400 هيدي لك شكل ثاني اللي هو كان عباره عن ايه؟ اكزاكتلي كان الشكل البيضاوي. لو انت مثلا غيرت وخليت 400 في الهاي هيديك بيضاوي بشكل طولي شويه. لو انا غيرت القيم وخليت 400 على الويتس هيديك بيضاوي بس بالشكل الثاني تمام. فانت ممكن ترسم الشيبس بتاعك بالبوردر راديوس او ديت يا جماعه تمام. اللهم المستعان. سعيد جدا من استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.